انا راجل مصنع واقول لك احنا ممكن ننافس الصين أوكي. بس حط بلان واضحه صريحه ميك سنس. ان الفلوس مش هتساعدك من غير فيري كلير بلان هتكبر ازاي. انا بقول لك there is no future. Hey Sharks, أنا يوسف المصري وجاي النهاردة أطلب 5 مليون جنيه مقابل 20% من شركة عبد العزيز المصري. شركة عبد العزيز المصري بتقدم الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، العكاكيز، المشايات، أجهزة الشلل وأحذية السكر. إحنا بنقدم منتجات صناعة مصرية بتنافس المنتجات العالمية. إحنا بنتعامل مع شريحتين من العملاء. أول شريحة الأشخاص اللي بيحتاجوا يشتروا منتجاتهم لتلبية احتياجاتهم الشخصية. تاني حاجة المؤسسات زي المطارات، المولات، المستشفيات اللي بتحتاج تخدم آلاف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكمان بنتعامل مع التجار في المحافظات اللي بيبيعوا منتجاتنا خلال محلاتهم، غير إن إحنا بنقدم خدمات ما بعد البيع زي الصيانة وقطع الغيار، وبنقدم ضمان سنة عشان إحنا واثقين في منتجاتنا. الاستثمار اللي أنا طالبه النهاردة هو عشان أضيف آلات حديثة نعرف نطور بيها الإنتاج بتاعنا، زائد ان انا محتاج اعمل تسويق عشان نكسب عملاء من مصر وخارج مصر، غير ان انا كمان عايز ازود العماله واقلل التكلفه وازود الانتاجيه، وساعتها هقدر اوفر الكرسي باسعار اقل وبجوده اعلى. انت مبيعاتك كام في اخر 3 سنين؟ السنه دي من اول السنه لحد شهر 6 حوالي 3 مليون و300، السنه اللي فاتت كان 4 مليون و400، السنه اللي قبلها كان 3 مليون و200. وانت كام البروفيت مارجن بتاعك؟ البروفيت مارجن بيختلف من كل برودكت لبرودكت، لا افريج كام على التوتال؟ السنه دي 25%. او انت عندك مصنع؟ عندنا مصنع صغير. ملك ولا لا؟ ايجار. ايجار. الاوفيس ملك. فين المصنع؟ في الجيزه. تارجتنج انك تبيع بكام السنه الجايه؟ احنا دلوقتي الافريج بير ويك تقريبا او المعدل المتوسط لكل اسبوع هو حوالي 30 كرسي. انا عايز اوصل ل 80 كرسي في الاسبوع، بس قبل ما اعمل كده انا محتاج اتاكد ان التسويق هيكمل او هيضيف لي عملاء جديد، لان كل ده اورجانيك، احنا ما بنعملش اي دعايه. حجم السوق ايه؟ حجم السوق في افريقيا والشرق الاوسط، حجم الاستيراد في مصر احنا عندنا حوالي 10 مليون معاق، 20 الف كل سنه بيحتاجوا كراسي متحركه. مين اكبر كومبيتيتور ليك؟ مين اكبر منافس؟ الاستيراد اكيد ارخص، يعني الصيني ارخص. هوضح النقطه دي. الاستيراد هو اكبر منافس، واكبر منافس في كرسي واحد بس، هو الكرسي الستاندرد اللي هو ما فيهوش اي حاجه، لان الناس عندها فكره ان الكرسي المتحرك هو عباره عن الكرسي ده بس ما عرفوش ان في انواع كتيره. العجل الكبير مثلا هو بيستخدم للشخص اللي ايده بتعرف تحرك الكرسي، العجل الصغير للشخص اللي هيتزق. المستشفيات فاهمه هي محتاجه ايه، فبتاخد الكرسي العجل الصغير. الصيني ما بيطلعش منه العجل الصغير، بيطلع منه كرسي بنوع عجل اسمه عجل الكاستر اللي هو العجل البلاستيك، تمام؟ المنافسة بتاعتنا مينلي هي الصين، وظهر في آخر سنتين مصنعين مصريين أسعارهم في الكرسي الستاندر برضو أقل، بس إحنا في الجودة أعلى. في كراسي فيها أوتوميشن يعني بتحرك؟ لا، دي خطة محتاجين نبدأ فيها لما نقدر نكفي السوق المصري. طب إيه الأدج بتاعك؟ الكواليتي أول حاجة، قطع الغيار تاني حاجة، إحنا بنصين تالت حاجة. المستورد لما بيجي يستورد الكرسي من بره، هو الكرسي بيجي زي ما هو، مفيش قطع غيار، هو الكرسي بيجي شكله حلو بكرتونه مقفول، بس في الاول وفي الاخر لو حصل اي حاجه ان الكواليتي كمان على قد السعر. فلو هنعرف نقارن نكمبير حاجه في نفس السعر، لا هو احنا ارخص من المستورد كمان. لو انت خدت 5 مليون جنيه هتعمل ماركتنج ازاي؟ الماركتنج هيتم عن طريقتين، اول حاجه الديجيتال ماركتنج ده بورت، ثاني حاجه مندوبين المبيعات. مندوبين المبيعات عليهم تاثير او عامل كبير قوي في ان هم يجيبوا لك شغل. الدومين بعد بيروحوا للمستشفيات والمراكز. مفهومه، بس يعني الديجيتال ماركتنج خلي بالك يعني تريكي شويه، لان انت بيرفورمانس ماركتنج ده عشان توصل لحد معاق موضوع ومكلف جدا جدا جدا. يعني انت توصل للناس كلها رخيص، لكن توصل لحد معين بذاته ما هوش موضوع سهل. ف I would suggest انت تروح مندوبين مبيعات اللي هو المبيعات اكتر بكتير للحاجات، لكن performance marketing is a bit tricky في رايي والله اعلم. احنا يعني مبدئيا لو قلت لاي حد يقول لي براند ويل تشيرز، الموضوع هيبقى مش سهل، مش مستحيل بس مش سهل، صعب. فان انا ابتدي او اعرف الناس ببراند مفيش قدامه حد في السوق المصري، هيبقى الموضوع بالنسبه لي اسهل شويه. انا محتاج شارك معايا يخش يدلني ويديني كونكشنز ان انا اقدر كمان اصدر لبره مصر. احنا
في 1995 كنا تقريبا مستحوذين على 50% من الكراسي اللي في الحرم، وقدرنا نصدر لدول كتيره. يعني شايف الكتالوج فيه كميه منتجات كتير جدا. دي حقيقه. على حجم المبيعات دي مش ممكن تعرف تعمل ماس برودكشن.